السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسه عندي مثال 4.31 أيضا ضمن الـ Relative Deformation، أي 1.2 متر سكشن أوف ألمنيوم بايب أوف كروس سكشن أريا 1100 ملم مربع. عندي 1.2 ألمنيوم بايب كروس سكشن مالته مساحة 1100 ملم مربع Rest on a fixed support at A. هذا استقر على fixed support نقطة A. The 15 mm diameter steel rod BC hang from a rigid bar that rests on the top of the pipe at B. Steel rod اللي هو BC قطر مالته 15 مم علقناه from a rigid bar من بار صلد يستقر على التوب اوف ذا بايب يستقر بالتوب هذا بار بداخل البايب فوتنا بي البي سي علقناه بنقطة بي هنا اعطيني الاي 20 جيجا باسكال فور ستيل اي 72 جيجا باسكال فور المنيوم ديترماين الديفليكشن جت قيمة الديفليكشن بنقطة سي عندما قوة مقدارها 60 كيلو نيوتن فورس is applied at C إذا سلطنا قوة مقدارها 60 كيلو نيوتن نقطة C شلون طلع الديفليكشن طبعا أجي على الأطوال 1.2 زائد 0.9 1.2 زائد 0.9 حتى أطلع طول ال BC كله 2.1 متر الإيريات هم أطلع مال بي سي والسي دي الإيريا مال بي سي كل هذا البي سي نعطيني المقطع مالته طلعت الاريا 176.715 في 10 سالب 6 متر مربع الاي بي سي نعطيني اه هو الدلتا سي بي الريلاتيف ديسبليسمنت او الريلاتيف ديفورميشن سي بي يساوي بي في ال بي سي على الاريا بي سي اي بي سي طلعت قيمته زين الألمنيوم بايب اي بي ايضا طوله والمساحة مالته ونعطيني التفاصيل مالته الاي 72 مال الألمنيوم في 10 اس 9 باسكال اطلع الدلتا بي اي يساوي بي في ال اي بي على الاريا اي بي في الاي اي بي طلعت قيمتين اذا الدلتا بي سي تساوي الريلاتيف ديسبليسمنت بال BA زائد الريلاتيف ديسبيسمنت لل CB اجمعهم بما انه اثنين من استطالة شد يعني ايش دي يصير عندي موجب اجمعهم المهم اثنين اجمعهم باشارة سواء موجب او سالب جمع هو اذا سالب حينضرب في الموجب يصير سالب طلع قيمة الدلتا سي طلعت قيمة الدلتا سي هاي بالمتر مضروبة في ألف تطلع 4.47 نجي على هذا هم نرد طلع الريلاتيف ديسبليسمنت مالته نعطيني هذا الفريم مسنود من جو برايس قطعة معدنية ذا ستيل فريم الاي 20 جيجا باسكال شون ذات هاز ا دايجنال برايس بي برايس بال بي دي with an area of 1920 mm مربع determine the largest allowable load if the change in the length of member BD does not exceed 1.6 mm عندي هذا الفريم اللي هو ABCD مسوي له بريسنج من الداخل بقطعة معدنية BD سلطنا عليه قوة بي يقول لي جد مقدار هذه القوة طبعا هذا السكشن 1920 مال البي دي المساحة جد قيمة هذه القوة بي بحيث التغير في المنبر بي دي ما يتجاوز عندي ال 1.6 تمام خل نجي سوليوشن ال بي دي شلون اطلع طوله فيثاغورس المجاور تربيع المقابل تربيع زائد المجاور تربيع تحت الجذر حتطلع لي طول البي دي دلتا بي دي من اجيبه دلتا بي دي
هو انا اعطيني اياهم 0.6 مليمتر حوله بالمتر. احنا قلنا بقوها بالملم، شكوا بعد بقوها بالملم، والنيوتن بقوا نيوتن. الايريا هو انا اعطيني اياها، الاي نعطيني اياها، اطلع الدلتا، اطبق قانون الدلتا. من قانون الدلتا راح تطلع قيمة الفورس، لان البي مجهولة، راح تطلع قيمة البي. زين، يوز جوينت بي، استخدم جوينت بي حتى من عنده، لان شنو؟ لان البي جاية باتجاه البي، فخلي اخذ قطع استخدم جوينت بي، اسوي فري بودي دايجرام له، بي مرتبط بالبي سي، بي مرتبطة بالسي ومرتبطة بالدي ومرتبطة بال اي. اقطع اسوي فري بودي دايجرام، هنا يصير عندي ضغط بي، هنا عندي فورس بي دي، وهنا عندي فورس. انت تلاحظ ايش تاخذها بحسك الهندسي، من هذا يندفع عندي الفريم، يعني ايش يصير عندي بالبي دي، ده ينشد، لازم تقابله قوة تسحبه ترجع لمكانه. هنا ايش يصير عندي البي ده يضغط على الاي، لازم تقابله قوة ترجعه المكانة، ترجع المكانة. تمام، زين، سو فري بودي دايجرام بهذا الشكل، يوز جوينت بي از فري بودي دايجرام، تاخذ سيجما اف اكس، سيجما اف اكس ايش عندي باتجاه الاكس، مو سويت فري بودي دايجرام، قطعت فورس بي دي تجيني من المنبر بي دي، بي فورس اي بي، سيجما اف اكس البي بالاتجاه السالب، الاف بي دي، اف بي دي في المجاور على الوتر، هاي اف بي دي في 5 على الوتر. ارتب المعادلة راح تطلع لي قيمة البي، اعوض بالاف بي دي انا طلعتها، راح تطلع لي قيمة البي 50.4 في 10 أس 3 قسمها على الف، طلعها بالكنيوتن. تمام، وخذ لي كمثال، اريد هوم وورك، هوم وورك اعتبر لي قيمة البي هاي مكان بي، سوي لي اياها 4 بي، يعني 4 أضعاف البي، ده تأثر على بالنقطة سي، وقارن لي هسه هنا أنا مو اخذ لي بقي لي اياها نفس الابعاد ونفس السكشن مال البي دي، بس اريد اضاعف قيمة البي 4 مرات، اريد اشوف ايش راح تطلع قيمة الفورس والبي الجديدة. تمام، زين، هذا حل لكم يا اني. زين، عندنا هذا مثال 4 34، ستير رود بي دي، ستير رود بي دي، الاي ما تنعطيني يوز تو برايس ذا اكزيلي كومبريست منبر اي بي سي، هذا ستير رود بي دي، استخدم لسند المنبر اي بي سي. The maximum force that can be developed in member BD، أقصى قوة ممكن أن نحصل عليها نتيجة بالبي دي، طبعا ده تصير نتيجة سنده للـ ABC شقد 0.02 بي. If the stress must not exceed، لو الإجهاد ما يتجاوز 18 KSI and the maximum change in the length of BD، هذا نحكي بالبي دي ما يتجاوز، وأقصى تغير بالبي دي يجب أن ما يتجاوز 0.001 times the length of ABC، ما يتجاوز أقصى تغير بالبي دي ما يتجاوز 0.001 طول الـ ABC. Determine the smallest diameter rod that can be used for member BD، جد قيمة أقصى قيمة، أقصى قطر اقتصادي للبي دي يستخدم للبي دي بحيث يظل ساند هذا الـ ABC. خلنا نجي فورس بي دي، نعطينا اياه ده يقول افرض بان الفورس منبر بي دي 0.02 بي. تمام، والبي نعطينا اياها 130، طلعت قيمة الفورس بالبي دي. considering stress 18 كي اس اي، 18 هاي الستريس الاجهاد، 18 كي اس اي نعطينا اياها، ما اطلع على صفحة حوله بالبي اس اي. السيجما، هذا السيجما اللاوبل، ترى اذا من السيجما اللاوبل تساوي الفورس بي دي على الايريا، اطلع من عندها الايريا،
طلعت الإيرة considering deformation دلتا بي دي. considering deformation دلتا بي دي ده يقول لي أروح على أطلع شوفوا هنا أنا سويت طلعت معادلة، طلعت معادلة بالنسبة للجهات، طلعت قيمة السيجما، وأجي هسه على الانفعال أخذ قيمة الانفعال الدلتا بالبي دي، ده يقول لي تساوي بي ال اوفر اي دلتا بالبي دي فورس بي دي ال بي دي على اي بي دي في الاي. اذا الاي بي دي اذا هم اطلع انا طلعت ايريا من الاجهاد، اطلع ايريا من الانفعال الفورس 2.6 في 10 اس 3 في ال 54 على الايريا، يعني هنا أنا على الاي العفو 29 في 10 اس 6 في الدلتا 0.144. ليش ليش دي يقول لي اذا فرضت بان الدلتا راح تصير بالبي بوينت 001 تايمز ذا لينث اوف اي بي سي، ايش قد طول اي بي سي؟ اي بي سي ايش قد طوله؟ 72 انش في 2 في 0.001 راح تطلع لي هاي القيمه 0.144 طلعت لي قيمه الاريا. احنا تتذكرون قلت لكم اذا لود تاخذ اقل قيمه تعتبر هي الكنترول. بالتصميم ناخذ اكبر قيمه، هسه هنا 0.1444 لو 0.03362 طبعا هاي الاكبر، ناخذ اكبر قيمه تعتبر هي الكنترول. من عندها اطلع الدي لان هذا قطر دائري باي على 4 دي سكوير، طلعت قيمه الدي 0.429 تمام. وخذ لي هوم ورك بحيث تعتبر لي ايش اريد منك. البي اخذ لي اياها 150 تمام. الفرضيه مالتنا 0.02 بي اخذ لي اياها بوينت هنا أنا خلي يكون تكون الفورس بالبي دي بمكان 0.02 بي 0.1 بي تمام. والإجهاد 18 كي اس اي بقي كما هو، والانفعال اريده 0.001 من ايش قد هسه هنا هو 0.001 من طول الاي بي سي، اريدك 0.05 من طول الاي بي سي، طلع لي اصغر دايمتر اللي مصمم به البي دي، اصغر دايمتر للبي دي تمام. بس نجي على هذا for the steel truss، ادي هذا التراس steel truss الاي ما تنعطيني اياها and loading shown والتحميل كالشكل التالي determine the deformation of member AB and AD جد التشوه member AB and BD their cross sectional area are نعطيني المقاطع مالتهن بالتوالي ما هذا مال AB وهذا مال اي دي respectively. هذا تراس ستاتيك ريأكشن الار 1 احنا قايل لكم اني قبل كل شيء لازم تطلع الريأكشنات الخارجيه، هذا عندك هينج وهذا رولر، تريد تاخذ هنا مجموع العزوم تطلع قيمه هذا، وبعدين هذا من السمشن اف واي، او تاخذ هنا مجموع العزوم حول السي تطلع قيمه الاي واي ومن عندها تطلع السي واي كيفك. هنا بما انه عندي بس قوة واحدة اي اكس باتجاه الاكس ماكو شيء يقابلها اذا صفر ما يحتاج اذكر. طلع الريكشنات منبر بي دي از زيرو فورس، منبر بي دي زيرو فورس، منبر هذا تطلع قيمته صفر. انت شو تسوي؟ تقدر ما تاخذ هذا على هذا الكلام، حله للتراس حله، ابدي بالجوينت بالجوينت ميثود، ابدي بجوينت بي جوينت اي جوينت اي ايش حتطلع من عنده من جوينت اي؟ راح تطلع قيمة الاي بي حلة للتراس، من الاي بي راح تطلع الاي دي توصل للدي تحل لي راح تطلع لك قيمة البي دي ايكوال تو زيرو، اذا هذا قيمة القوة بالبي دي ايكوال تو زيرو شيكها حلها. بس هنا هو ماخذ جوينت اي مسوي له فري بودي دايجرام، قلنا من نقطع بالتراس من تقطع المنبر يتحول الى فورس، فورس اي بي منبر اي بي فورس اي بي منبر اي دي فورس اي دي تمام. سوي فري بودي دايجرام اخذ سميشن اف واي طلعت قيمه الفورس اي بي، سميشن اف اكس طلعت قيمه الاي دي،
من برا ايدي اطلع الدلتا مالته اف اي بي في ال اي بي اي اي بي اي اي بي، طلعت قيمة الدلتا مالته منبر اي دي. هو ايش ده يقول لي؟ جت قيمة ديفورميشن بالاي بي وبالاي دي، طلعت الاي بي، الاي دي هم انا مطلع قيمة الفورس اي دي، طلعت قيمة الديفورميشن هو المطلوب. عندي هذا الفريم تراس، العفو هذا تراس، تراس هذا تراس هانجينج تراس، تراس معلق. منبر اي بي، منبر اي بي ومنبر بي سي مصنوعات من الستيل، نعطيني الكروس سكشن اريا مالتهم بتعتوالي 0.8 0.64 respectively مال اي بي والبي سي. For the loading shown, for the loading shown, determine the elongation of A. جت قيمة مقدار الاستطالة منبر AB ومنبر AD وفقا للأحمال أو القوى المسلطة على التراس. بس شو نسوي؟ لازم أطلع أطوال AB وأطوال دي سي، اس ان دي سي ما احتاجه، خلي اطلع الاي بي ونفس الشيء راح يطلع لي، انه عندي الضلع الافقي يساوي الضلع العمودي والضلع العمودي مشترك للثنين. فيثاغورس طلعت طول اي بي، اخذ قطع هنا اسوي فري بودي دايجرام بالنسبه للجوينت اي، كنا كل منبر نقطع نحولها الى فورس، تمام. جوينت اي قطعت سميشن اف واي، طلعت قيمه ال اف اي بي، سميشن اف اكس طلعت قيمة الاي دي، تمام. هسه طلعت قيمة الاي بي، اقدر اقول الدلتا مال اي بي تساوي اف اي بي ال اي بي اي 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 بي اي في الاي اي بي، طلعت الدلتا. زين هو يريد من عندي، يريد من عندي بان اجد الاستطالة بمنبر اي بي ومنبر منبر اي بي ومنبر اي دي، تمام. طلعت الاستطالة بمنبر اي بي، اجي على منبر اي دي. زين منبر اي دي هنا اعتقد غلطان شباب، هنا منبر اي بي ومنبر بي سي، منبر اي بي ومنبر بي سي. منبر بي سي اجي على منبر بي سي، حتى ليش رحت على الجوينت بي؟ حتى اطلع من عند القوة بالبي سي اي. هنا اكو بالمعطيات بالمطالب بيقول لك جد الاستطالة منبر اي بي منبر اي دي، لا منبر اي بي منبر بي سي. ليش؟ لان هنا هو مطلع لي الدلتا بالبي سي، ماخذ جوينت بي، مسوي فري بودي دايجرام. ايش عندي دي ياثر بالبي؟ فورس اي بي هاي يعني طلعتها من الاي، طلعتها من الاي. زين من عندها راح اطلع الفورس بالبي سي، سميشن اف اكس طلعت الفورس بالبي سي، تمام. دلتا بي سي اف بي سي ال بي سي اي اي بي سي، طلعت الدلتا بي سي وهو المطلوب، تمام. يعني هنا طالب من عندي مقدار الاستطالة بالاي بي وبالبي سي، دير بالكم مو اي دي. فتاخذ جوينت اي، تاخذ قطع تسوي فري بودي دايجرام، طلعت القوة بالاي بي، من عندها دلتا اي بي يساوي اف اي بي ال اي بي اي اي بي على اي اي بي، هذا القانون. زين بي سي شلون اطلع؟ لازم اخذ جوينت بي، اقطع هنا اسوي فري بودي دايجرام، اخذ سيجما اف اكس لان البي سي صاير افقي، اخذ المركبة الافقية مال اي بي انا مطلعها، طلعت هاي دلتا بي سي اف بي سي ال بي سي اي بي سي اي بي سي، طلعت قيمة الدلتا بي سي وهو المطلوب من عندنا. هسه ذني البقية اريدك تطلع لي عليه، انت ترى فد شي بسيط ذني الفريمات البقن، ما اريد ناخر نفسنا بيهن لان اريد ادخل لكم تفاصيل جديدة.
تمام، تطلع لي عليهم. مواضيع أو أمثلة جدا ممتعة، قلت لكم ما نقدر أأخر نفسي بها، أريدكم أنتم تطلعوا لي عليها تقراها. اقرأ لي إياها حتى أنتقل إلى التشوهات نتيجة الحرارة. هاي كلها طلعوا لي عليها، سهلة بسيطة. بس اختار لكم فد مثال من عدا واحد لكم اياه، ماكو مشكلة.